بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما قد علمتنا، وزدنا اللهم علما نافعا يا رب العالمين. ثم أما بعد، طلاب الأعزاء، كنت قد طلبت منكم، وخاصة يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش التأخير. ماشي، وخاصة في هذه الوحدة، الوحدة الكتابية التي بدأناها بالأمس، أريد منكم أطروحات في مجالات الكتابة الأدبية. هذه الأطروحات ممكن تكون في وصف مشهد، في وصف شخصية، في وصف زهرة، في مجال الوصف الأدبي. ممكن أن تكون هذه الأطروحات في قصة قصيرة، في مذكرة أدبية، ممكن أن تكتب هذا، ولكن أريد أي عمل ترسله لي وتكتب يكون من ذهنك، من تأليفك، حتى وإن أعجبتك القصة وتذكرت هذه القصة وتريد أن تعبر عنها، لا تعبر عنها بأن تنقلها لي من النت أو من القصة إلى ورقة وتريني إياها، هذا هو عملي وتأليفي. لا، هذا ليس تأليف، هذا من منقولك وليس من تأليفك. أنا أريدك أن تكتب لي حتى ولو صفحة واحدة، لو نصف صفحة، ولكن أرني ما هو أسلوبك، ما الأسلوب الأمثل لك، ما هو طريقة أو ما هي طريقة كتابتك. هذا هو ما أريده. أريد منك أن تكتب شيئا من ذهنك وليس من ذهن غيرك، بأسلوبك أنت وليس بأسلوب أحد غيرك. والله أنا متذكر قصة، اكتب ما تتذكر، مش تفتح القصة وتنجلي من القصة وتقولي هذه هي القصة. لا، اقرأ القصة وعجبتك القصة ابدأ عبر عنها، فاهمين؟ أو تخيل، أعمل خيالك. وغصب عنك لابد وأن تكتب هذه القصة باللغة، وهذه اللغة هي يعني ما نقصده. ستجد نفسك تتعامل مع ألفاظ معجمية، تتعامل مع الثقافة النحوية، الثقافة الإملائية، الثقافة العامة، الثقافة البلاغية والجمالية. ستجد في الكتابة أنك تريد أن تعبر. وعندما يعني شوفوا، كان عنترة بن شداد، كان من ضمن أساليب العرب يا أولاد إن ما يقولكش، إن ما يقول على نفسه إنه شجاع، لا يقول على نفسه أنه شجاع. أما ماذا؟ كيف كان يتفاخر؟ نعم، هم كانوا يتفاخروا بالشجاعة وتفاخروا بالإقدام، ولكن يبين لك ذلك بطريقة غير مباشرة. كيف ذلك؟ يقول بأنني قابلت شخصا مثله، مثل يعني أقول لك أندرتيكر في المصارعة. عارفين أندرتيكر؟ طبعا غير عارفينه في المصارعة. يقول لك قابلت رجلا شجاعا لدرجة إن لما يذكر اسمه ترتعد فرائس الناس والمقاتلين الشجعان لمن ذكر اسمه، ما بالك عند رؤيته. فكان يجي يقول عن ترى إيه، ومدجج
شوف أولاد استخدام اللغة. ومدجج كره الكومات نزاله. ومدجج يعني عارفين لما نقول لواحد جاي لي بكامل عدته ومدجج بالأسلحة، يعني إيه مدجج بالأسلحة؟ في كل موضع من جسدك تجد نوع معين من السلاح أو من أنواع الدفاعات، يعني هتطير منه السيف هيمسك سيف ثاني، هتطير منه السيف الثاني مع الرمح، هتطير منه الرمح مع الخنجر، هتطير مع الدرع، مع فهم يعني. ومدجج كره الكمات نزاله، واحد مدجج بالأسلحة، شوفوا عشان يوصل لفكرة ان انا قوي ازاي. كره الكمات نزال، لا ممعن هربا هربا ولا مستسلم، مش من النوع اللي بيهرب ولا يستسلم، مش ده يعني. ده عارفين احنا بالاسلوب ده اللي هو ايه بالدارج نقول يا قاتل يا ايه مقتول مقتول مقتول، يا يعني داخل، يا اما انه هيقتل يا اما هيتقتل. تخيل بقى انت مقابل واحد، شوفوا بقى الـ 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 الجمال اللي عبر عنه بقى عنتر يا اولاد. جادت له يداي بعاجل طعنة. شوف ابن الذين يعني معتبر فعله معاه وضربه له بالسيف من الافعال الجود. جادت له يداي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. اديت له ضربه، عارف لما تقول واحد ده انا اديت له حته ضربه، فاهم ازاي؟ ايوه يعني، بس هو ما بيجيبهاش كده، بيقول جادت له يداي، اكرمته بضربه. يبقى معنى كده اذا كان كل الاوصاف دي في المقاتل، طيب يبقى انت عنتر يبقى صفاتك ايه؟ ده انت تلاقيك اكبر، صفاتك اقوى واكثر من صفات هذا المقاتل بمراحل. شوفوا يا اولاد استخدام اللفظ واستخدام الكلمه كيف عرف ان هو يعبر عن قوته بانه عظم من قوه المقاتل الاخر، فاهمين؟ أنا أريدك أن تدخل على في هذا المعترك، أريدك أن تدخل في هذا المعترك وتعبر عما تشعر به وتحاول أن تحاكي، وتحاول أن تحاكي هذه الجماليات وهذه الألفاظ وتعبر عنها بأسلوبي. لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، ولكن أريد أن يعني أزيل الإبهام والغموض في هذه النقطة، لأني لا أريد منك أن تقص وتلصق في من الإنترنت، ولكن أريد منك أن تكتب بيدك. بيدك يعني المقصود مش أن أنت تكتبها يدويا وفي ورقة وترسل لي الصورة، لا، أريدك أن تكتب من ذهنك كلات أفكارك، فهم ازاي؟ وليس من عادي مع الكمبيوتر استاذ، صح؟ اكتبها بالكمبيوتر عادي، ولكن استشعر يا عبد الرحمن منها انها من تأليفك بمعنى صح، حتى وان كنت قد قرأتها. انا قرأت قصة عن جحا مثلا وعجبتني، طب اعبر عنها باسلوبي، فاهمني؟ هكذا. فأهمية اللغة، انا يعني أنا شدتني بس نقطة أهمية اللغة يا أولاد، وهي مهمة جدا في الكتابة، إن لو كانت اللغة ركيكة لم تصل للمعلومة كما ينبغي. يعني إيه ركيكة؟ يعني ضعيفة. إنما لو كانت اللغة قوية لابد إنك تعرف إن في لفظ يتاخد بظاهر معنى وفي لفظ يتاخد مجازيا، وحنعرف الكلام ده يا أولاد من خلال ما يلي. شوف بيقول لك هنا إيه، اقرأ كده يا سبق لو سمحت. تسمح اللغة باستخدام صفحة 135 لو سمحت. 135. تسمح اللغة باستخدام أكثر من كلمة للتعبير عن المعنى الواحد، كما تقول جلس، قاعدة، خاف، فزع.
إلا أن بعض الكلمات أدق في التعبير عن المعنى المقصود منه، كما أن بعضها يستخدم في سياقات لغوية لا يمكن استخدام غيرها فيه. فهو جايب مثال على ذلك ببيتين من الشعر، بيت لعلي ابن الجهم وبيت للمتنبي. أقرأ لك أنا الأبيات ولا هي سهلة تقرأها؟ لا سهل. تفضل. انظر المثال التالي. علي بن الجهم: قام وأهل الأرض في رجفة يضرب فيها المقبل المدبر المتنبي. يعني هذا قال قام. شوف المتنبي بدأ أبياته بوقفت. وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم. يا مبارك، هذا المتنبي يعني أستاذ الصور الجمالية. إنك قد تشعر بأن كلمتي قام وقف لها المعنى نفسه، إلا أنك حين تقرأ هذين البيتين تشعر بالفرق الكبير بينهما. فكلمة قام دلت على الاهتمام بالأمر والجد في طلبه، بينما دلت كلمة واقف على الثبات والشجاعة. فهل المعنى واحد؟ وهل يمكن استخدام إحداهما مكان الأخرى؟ علشان كده أولاد، يعني في بعض أصحاب اللغة يقولون بأن اللغة ليس فيها مترادفات، يقولون بهذا الشكل بأن اللغة ليس فيها مترادفات. لماذا؟ يقول لك لأن كل لفظة في اللغة العربية لها معنى غير الآخر، جلس غير قاعدة. تفهم إزاي؟ جلس غير قاعدة، مات غير فانية، فهم؟ فأتى غير جاء. فاهمين يا أولاد؟ ففي بعض يعني، ولكن إحنا نقول، نحن نقول عنها مترادفات، يعني إيه؟ طبقا للاستخدام الدارج. ولكن يقولون في الحقيقة بأن اللغة ليس فيها مترادفات، لأن كل لفظة لها معنى خاص بنفسها مختلف عن الأخرى. فمثلا تفضل يا سعيدي. من الانستغرام. أيوة عبد العزيز، ضع المترادفات التالية. ضع المترادفات التالية في جمل توضح الفروق الدلالية بينها، كما في المثال قاعدة ودراسة. قاعدة اللي هو الجملة الأولى، قاعدة به همته عن إدراك آماله، يعني لم تستخدم في يعني في الشكل أو بالمعنى اللي أنت عارفه، ولكن يعني استخدمها في معنى وكأنه معنى مجازي شوية. طب جلسة. جلس القاضي الفصل بين المتخاصمين. لا دي يعني استخدمت صريحة أم في غير معنى؟ صريح. طيب مات. مات ثانية. مات الرجل اليوم. لا، أو مات المسؤولية في نفسه. ماتت المسؤولية في نفسه، أيضا استخدمت في غير معناها المتعارف عليه. طيب فنية. فنيت أوراق الشجر في الخريف. هنا استخدمت في المعنى الأساسي الخاص بها. طب خائف. خائف مذعور. خائف، أنا خائف من تحطم أعمالي. يبقى هذه في غير معناها الأصلي. طب المذعور. أنا مذعور من مسألة القاضي. معناها هذه. أيوة هذه في معناها الأصلي. طب نور. نور ضوء. نور الحقيقة واضح، في غير معناها النور. ممتاز. طيب ضوء القيم لا يطمسه الشيء، برضه في غير معناها هذه. ممتاز. يبقى هذا هو ما نقوله أو ما نريد أن نقوله، أن اللغة يا أولاد لها معان ولها مرونة ممكن أستخدمها في أكثر من مجال، فهم؟ وهذا هو إعجاز اللغة يا أولاد، ولذلك هي لغة القرآن. لغة القرآن لأنها تؤدي معان كثيرة بعدة ألفاظ بألفاظ ثابتة، وممكن تستخدمها في أكثر من موضع بمعنى مختلف عن المعنى الآخر. طب تفضل كده عبد الرحمن مساعد. أربعة. إنك لا تهتم فقط بالدقة، ولكنك أيضا تهتم بمناسبة الكلمة للسياق صوتيا ومعنويا. جرب قدرتك على إكمال الجمل التالية بكلمات تناسب سياقها: من عافه أقرباؤه وتنكر له أصدقاؤه.
فقد اسودت الدنيا في عيني. من عاف اقراها ثاني مرة. من عافه أقرباؤه وتنكر له أصدقاؤه فقد اسودت الدنيا في عيني. طبعا هنا بتستخدم يعني كلها معاني مجازية. من عافه أقرباؤه يعني عافه مش إن ريحته مثلا سيئة، لعافه يعني ابتعد عنه أقرباؤه، وتنكر له أصدقاؤه يعني لم يعودوا يتصلون به، مش اللي هو قابلهم وما عرفوه، لا تنكروا له أي لم يعودوا يعني إيه يتواصلون معه. فقد اسودت الدنيا يعني الدنيا أصبحت سوداء، لا المعنى كلها معاني مجازية دي يا ولد، كلها معاني مجازية. اسودت الدنيا في عينه أي أصبحت الأبواب كلها مغلقة، وكأنه جلس في السواد الحالك. ولكن هل اسودت حقيقة؟ لا طبعا. هل تنكر له أصدقائه؟ لا طبعا. يعني التنكر يعني أصدقائه مش عارفينه، لا، ولكن لم يخلفوا بجواره، هذا المقصود بالتنكر. من عافه أقرباؤه يعني اللي هو إيه ابتعدوا عنه، قطعت صلته بهم. فاهمين إزاي يا أولاد؟ يعني اللغة مجال رائع في إنك يا علي يا فيصل ما تخرج يا علي عشان ما تحسب غياب لو سمحت. خلاص؟ كم يا أستاذ؟ أيوة الله يبارك لك يا علي، ما تخرج عشان يعني لا يحدث ما لا يحمد عقباه. طيب الجملة الثانية. إذا قرأت فافهم، وإذا ألقيت كلمة فأحسن مطلعها وخاتمتها. أوت الطيور إلى إذا قرأت فافهم، وإذا ألقيت كلمة فأحسن مطلعها وخاتمتها. طيب كويس ماشي. أوت الطيور إلى أعشاشها، والنسور إلى أوكارها، وهوام الأرض إلى مضاجعها. فإن لم الجحور الخاصة بهوام الأرض، طبعا هذه وكأن هي المضاجع والسراير بتاعتها، السرير اللي احنا بننام عليه. طيب أربعة. فإن لم تفرق بين الخير والشر، كنت كمن لا يفرق بين الحق والباطل، ولا بين النور والظلام. طبعا المقصود بها استخدام برضو الكلمات في المعنى المجازي، النور اللي هو الصح يعني الحاجة الصحيحة السليمة، والظلام الحاجة الباطلة. تفضل. أكمل أستاذ. إنها الحياة خليط عجيب من المتناقضات والأضداد والأشباه والنظائر، يختلط فيها صدق الصادق بكذب الكذاب، وظلم الظالم بعدل العادل، ومنزلة العادل بخسة الجاهل. ممتاز. يعني شايفين يا ولاد بيتكلم ازاي باسلوب يجعلك يعني تنجذب اليه، وكلام فيه يعني اقول لك ايه سهوله وفاهمين، وممكن يكون الموسيقى الصوتيه يا ولاد عامل جذب لمن هو امامك. ولذلك احنا أخذنا حاجات في البلاغة يا ولاد اللي هي البداعية الإبداعية، اللي هي الجناس والطباق والسجع، دي كلها إيه الوظيفة بتاعتها؟ وظيفة بديعية جمالية تجعل من يسمعك يعني يشتاق إلى سماعك وإلى ويستمتع وهو يسمعك. خمسة. تفضل يا عبد الرحمن. خمسة. لبعض ألفاظ اللغة طاقة إيحائية كبيرة تساعدك على نقل حشد من الانفعالات والمعاني والتلميحات تفوق معناها المعجمي. ألف. حاول أن تستقصي الإيحاءات والظلال التي تبعثها في ذهنك الألفاظ التالية: لقد عرفتك صديقا مخلصا، ألطف من النسيم وأرق من الماء وأكثر نفعا من الكتاب. الله، شوف المعنى سلس وجميل ولي عمق ازاي يا ولاد. طب النسيم ألطف من النسيم يعني ايه؟ النسيم الهواء الخفيف.
أيوة الهواء المنعش. فأنت تمثل لي إيه؟ مثال على اللطف، اللطف والرقة والإنعاش وحيوية الحياة. أحسن. طيب نشوف كده، أرق من الماء، الماء يعني الماء بالذات لما يكون الزلال العذب كده البارد على شدة الظمأ، مثال على الحياة والكرامة والكرامة والبهجة. طيب ويقول لك وأكثر نفعا من الكتاب، الكتاب يمثل إيش؟ رمز العلم والمعرفة والصدق والأنس. الله، خير جليس في الزمان كتاب. طيب طيب، طالب آخر نريد أن نريح عبد الرحمن قليلا. طيب محمد شاوري موجود؟ موجود يا استاذ. تفضل يا محمد. فرحت فرحت بقدومك فرح البدو في الصحراء بالغيث والكاف. فرح البدوي، فرح البدوي في صحراء بالغيث والكاف. الواكف، الواكف البدوي. طيب إيه البدوي هنا رمز لإيه؟ أقرأها هسه؟ أيوه. من رموز الجاف الجفاء، الجفاء والغلظة. أيوه، يعني البدوي يعني معتاد على الحياة القاسية، فعندما يقال البدوي يعني هذا شخص اعتاد على الكفاف وعلى فهم إزاي والغلظة والجهل وعدم. طب الصحراء من رموز جذب الحياة وقسوة المعيشة وصعوبة الإنجاز. الغيث من رموز العطاء والخير والفرح والنفع. شوف يا أولاد، استخدام الألفاظ بيبقى ليه معاني تفهم من خلالها. طيب بقى يا محمد. حاول أن تكتب عبارة تضم قدرا كبيرا من الألفاظ الموحية ثم فسر إيحاءاتها. تفضل. بتقرأ من العرض ولا من الكتاب؟ لا بس عشان عرض يروح ويجي. طيب ثابت الآن؟ ايوه دحين ثابت. تفضل يا حبيبي. تتزخر الحياة بالرعود والبرق وتحتشد فيها ضفائر الأنوار وتعلو أنواف الجبال. أنوف الجبال يعني قمم الجبال. لكن أصحاب الدماء الحية الغزيرة لن تقنع لجبورة الظلام الظلم. طيب نريد طالبا آخر. شكرا يا محمد يا شاولي، ألف شكر حبيب. طيب محمد بندرجاد موجود؟ سأل. نعم. ابو الرحمن. طيب مين انت؟ عمار. طيب يا عمار، محمد بندرجات في اولاد؟ سليمان الصقعبي، تفضل يا سليمان. تفضل يا سليمان. نعم سؤال. أقرأ من أنت داخل باثنين أكاونت يا سليمان؟ إيه عشان أقدر أفتح المايك. طيب تفضل يا سليمان. الرعود توحي. الرعود توحي بالغضب. ارفع صوتك بس يا سليمان. الرعود توحي بالغضب المفيد والبرق بالأمل العسير. وأما الضفائر الأنوار فرمز للحزم والعزم، والدماء الحية دليل على علو الهمة والتصميم على الإنجاز. طيب تفضل أكمل يا سليمان. ستة. موضوع الحديث حقل دلالي يستحضر في الذهن ألفاظه وعباراته الخاصة. حاول أن تستقصي الألفاظ والعبارات التي تستدعيها الموضوعات التالية. الموضوع القصر.
إيه الألفاظ والعبارات المنتمية بالأسوار العالية صح؟ من أطلق خيالك ألفاظ متعلقة بالقصر السور العالي الأسوار المرتفعة البوابات الضخمة صح؟ الحراسة مشددة مثلا نعم؟ حراسة مشددة مثلا أيوة الحراسة المشددة المفروشات الوافرة طب البستان إيه الألفاظ التي ممكن أن المروج الخضراء المروج الخضراء الأشجار الكبيرة مثلا الأشجار الضخمة الورود الجميل الألوان ألوان الطيفي بين أزهاره طب الحريق حريق أيوة إيه الألفاظ المتعلقة وممكن نستخدمها في وصف الحريق وممكن ياريت تكون ألفاظ غير يعني متداولة يعني اللي هي غير يعني ألسنة اللهب فاهم ازاي الأدخنة سحب الدخانية تفهم طب السيارة تصميم انسيابي مثلا تصميم انسيابي انطلاقة كالسهم فهم سرعة كسرعة كسرعة إيه؟ البرقي البرقي فهم استخدم بعض الألفاظ الخيالية طيب ألف سلام عليك يا محمد يا بندر ألف سلام عليك يا حبيبي محمد بيقول إنه مريض شوية تسألوا عنه يا ولاد الولاد دوت جسمه ضعيف فربنا يشفيك يا محمد ألف سلام عليك خلاص يا محمد وكأنك قرأت حبيبي أنا عارف لما بتقرأ يبقى صوتك كالرعد ما شاء الله شفاك الله وعافاك منتظرينك إن شاء الله طيب الخيال اقرأ كده يا سعيدي الخيال هو أساس العمل الأدبي إنه مسؤول عن رسم أبعاد الصورة التي يريد الكاتب نقلها إلينا تأمل موضع الحديث ابحث في الذاكرة عن أشياء تشبهه أو تشبه بعض الأجزاء يربط بينهما في عبارة أدبية بليغة طب حاول أن توجد أوجه شبه بين الثنائيات التالية المدرسة والحديقة نترك هذا المجال أو يعني لمن أراد أن يستزيد في هذا النوع المعلم يصحح الأفكار والطبيب يصحح الأبدان مثلا البحر والصحراء بحر من المياه المياه الغزيرة والرمال الكثيرة فهم؟ المدرسة والحديقة كلاهما بستانان فهم؟ هذا بستان من العلم وهذا بستان من الأزهار أو الزهور فهمين يا أولاد نقف عند هذا الجزء وأتمنى أتمنى أتمنى أن يكون في مشاركة أكثر من ذلك خاصة والمشاركة الكتابية بالأخص يعني والمشاركة الكتابية خصوصا يعني خلاص نوقف التسجيل عند هذه اللحظة